اليوم رح أعمل لكم وصفة كتير مميزة سهلة وسريعة والمعظم بحبها. وصفتنا ستيك الدجاج بالفطر. رح أعمل جنبها بطاطا بوريه بطريقة مميزة وسهلة. رح ننتقل لتحضير الدجاج. عندي صدرين من الدجاج مخلي من العظم والجلد. بواسطة السكين رح أقلل من سماكة الدجاج إني أقسم الصدر لنصفين بهاي الطريقة. رح أضغط على الدجاج براحة إيدي وأدخل السكينة بالمنتصف لحتى يصير معاي عندي قطعتين. وهيك صدر الدجاج بعد ما قطعته بالخمل المناسب صار معي جاهز لحتى أبدأ أنتقل للمرحلة اللي بعدها. بمقلة على نار عالية رح أضيف معلقتين كبار من الزبدة، وأنا بحب أضيف الزيت النباتي عشان يساعد إنه الزبدة ما تنحرق. تقريبا عندي 3 معالق كبار. رح أضيف عود من الروزماري، والروزماري بالوصفة رح يساعد يعطيني تعطيرة كتير حلوة للصوص. هلأ عندي الزيت والزبدة كتير حاميين، رح أبدأ بإضافة صدور الدجاج. رح أستنى لمدة 3 دقائق لحتى ياخد معي الدجاج اللون الذهبي من الأسفل عشان أقلبه على الشقة الثانية. ضروري بهاي المرحلة يكون معي المقلة والزيت حامي جدا لحتى الدجاج ما ينزل أي سوائل. هلأ بعد مرور 3 دقائق رح أقلب الدجاج على الجهة الثانية، شوفوا ما أحلى اللون اللي أخده. رح أرجع أستنى كمان 3 دقائق لحتى ياخد نفس اللون من الجهة الثانية. بهاي المرحلة رح أضيف 1/2 معلقة صغيرة من الملح وأضيفهم على الدجاج، وعندي كمان 1/2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هلأ رح أقلبهم للشقة الثانية لحتى أتأكد إنه الدجاج استوى تماما. رح أرجع أضيف عليهم شوي من الملح و1/2 معلقة من الفلفل الأسود، وبضل أقلبهم على كل جهة لحتى أتأكد إنه الدجاج استوى تماما. وبعد ما تأكدت إنه الدجاج استوى تماما رح أرفعهم عن النار وأحطهم بطبق جانبي. بعد ما رفعت الدجاج عن النار بنفس المقلة راح أضيف 2 كوب من الفطر الأبيض الطازج. طبعا أنا قطعته على شكل شرائح، ممكن تقطعوه بالطريقة اللي بتناسبكم. ممكن كمان نستعمل الفطر المعلب إذا الطازج مش متوفر. هلا رح أقلبه تقريبة سريعة لحتى شوي يتحمص بالزبدة والخلاصة اللي نزلت من الدجاج، تقريبا لمدة 2 دقائق. بعدها رح أضيف 2 سن توم مهروس، ورح أقلبه تقليبة سريعة لأنه أنا ما بدي توم يتغير لونه، بس بدي يتحمص شوي مع الفطر. مباشرة رح أضيف 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص، ورح أنزل عليها مباشرة ب2 كوب من كريمة الطبخ. رح أقلب هالمكونات كتير منيح مع بعض لحتى تتجانس المكونات، وأنا ما بدي الكريمة كتير تغلي، رح أكتفي بدقيقتين فقط. وهيك صوص صار معي جاهز. إذا انتبهتوا أنا ما ضفت ملح لأنه صويا صوص مالح. هلأ رح أرفع المقلة عن النار وننتقل للمرحلة اللي بعدها. رح نبدأ بتحضير البطاطا بوريه. عندي حبة بطاطا حجم كبير غسلتها كتير منيح، رح أحطها بطنجرة وأغمرها بالماء الساخن لحتى تتغطى تماما. تقريبا عم نحكي عن لتر. رح أضيف عليها 1/2 معلقة من الملح رح تساعدني بالاستواء. رح أغطي الطنجرة وأتركها تقريبا لمدة 1/3 ساعة لحتى تسوي البطاطا تماما. وهيك بعد مرور 1/3 ساعة رح أتأكد إنه البطاطا استوت معاي. باستخدام الشوكة رح أغرزها لجوا، إذا فاتت بسهولة معناها البطاطا عندي مستوية. هيك أمورها تمام. رح أرفعها عن النار أقشرها وأجهزها. وهيك البطاطا بعد ما قشرتها رح أستمر بهرسها لحتى أتأكد إنه انهرست معاي كتير منيح. رح أضيف 2 كبار من الزبدة، والزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة. عندي 1/2 معلقة صغيرة من الملح، و1/2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، و1 كوب من كريمة الطبخ. وإذا الكريمة مش متوفرة بنقدر نستبدلها بنفس الكمية من الحليب السائل. بنخلط هالمكونات كتير منيح لحتى أتأكد إنه البطاطا عندي تجانست والزبدة دابت بهاي الطريقة. ما تخافوا من كمية الكريمة أو الحليب، تحسوها بالأول إنها كتيرة، بس هلا البطاطا رح تشربها كلها. وهيك صارت معي البطاطا جاهزة. شوفوا كيف قوامها كريمي متناسق وتجانست كل المكونات. بطبق التقديم رح أضيف قطع الدجاج. عندي البطاطا البوريه حطيتها بكيس الحلواني لحتى تسهل علي أزين فيها الطبق، وحبيت أزين الطبق بحبات من البروكلي المسلوق مع حبتين من الجزر البيبي المسلوق كمان. وآخر شي رح أضيف صوص الكريمة والفطر اللي حضرته مع رشة صغيرة من الزعتر الأوريجانو فوق البطاطا، وطبعا اختياري. هلأ بدنا نضيف الكريمة والفطر فوق الدجاج لحتى يكتمل معي الطبق. شوفوا كيف الدجاج مستوي وطري وقديه الصوص غني والنكهات متناسقة. بتمنى تكون هالوصفة عجبتكم، وألف صحة وهنا.